فعلا هذا سؤال مهم جدا. لماذا؟ أولا لأننا لا نعلم بالتفصيل المحتوى هذه الوثائق، وهناك أسئلة كثيرة حول بعض التفاصيل. هل كان مثلا الرئيس بايدن نسي أو عندما أو لم يعلم بنقل الوثائق التي، ولكن كيف تم ذلك؟ هناك أسئلة أساسية. في نفس الوقت هناك أسئلة حول أيضا الرئيس، إداء الرئيس ترامب. الرئيس ترامب هو الرجل الوحيد في الدولة الأمريكية الذي له الحق أو عدل في رفع السرية عن بعض الوثائق. هو يقول أنه رفع السرية عن الوثائق التي كانت لديه، ولكن هناك أسئلة حول ما إذا كان فعلا قد تم ذلك أم لا. والفرق الأساسي الآن الذي نسمعه من الديمقراطيين هو أن الرئيس بايدن تعاون مع وزارة العدل ومع مكتب التحقيق الفيدرالي، بينما الرئيس ترامب الرئيس السابق لم يتعاون. هناك اتهامات للديمقراطيين بأنه كان هناك ازدواجية معايير، أن الطريقة التي تعاملت بها قوى الأمن، مثلا مكتب التحقيق الفيدرالي أرسل قوة صغيرة صح طبعا مسلحة، كسروا الأبواب التي الغرفة التي كانت فيها الوثائق، وحتى فتشوا مكتب وزوجة الرئيس السابق. الجمهوريون يقولوا هذه ازدواجية معايير، لماذا لم يرسل مكتب التحقيق الفيدرالي وهو القوى الأمنية للتفتيش في منازل الرئيس بايدن إن كانت في دلاوير أو في مكتبه؟ ولماذا سمح لمحاميه الخاص بأن هو ينظر في هذه الوثائق ويعلن بعدها؟ هناك سؤال ربما قد يكون الأهم، وهذا قد نرى تداعياته سياسيا على المجتمع الأمريكي، وهو لماذا مثلا عند تم اكتشاف هذه الوثائق، وثائق الرئيس بايدن، في 2 نوفمبر، أي قبل 6 أيام من الانتخابات الأمريكية النصفية؟ لماذا لم يعلن عنها في ذلك الوقت إذا تم اكتشافها في 2 من الشهر؟ وهل كان الهدف من وراء ذلك هو مساعدة بايدن في الانتخابات، بينما ترامب كان الإفشاء والتحرك ضده قبل الانتخابات؟ أي أن الهدف كان التأثير على الجمهوريين وعلى الرأي العام الأمريكي في ذلك الوقت. إذن هناك، وهذا ما أثاره رئيس مجلس النواب الجديد، أن هناك ازدواجية معايير، هناك طرق مختلفة بالتعامل، وهذا ما يقلق الجمهوريين. نعم ولكن كل هذا، وهذا سؤالك الرئيسي كان مهما جدا، وهو تداعيات ذلك على المجتمع الأمريكي. هناك بعض الديمقراطيين يعتقدوا أن الرئيس بايدن سيرشح نفسه الآن، وهناك تلميحات لذلك من قبل القيادة الديمقراطية ومن البيت الأبيض بأن ذلك قد يحدث بعد تقديم الرئيس خطابه السنوي إلى الأمة. وهذا يعني بأنهم يعتقدوا بأنه يمكن تجاهل هذه القضية، وأن هذه القضية ستخمد إلى حد ما. هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى نرى أن الجمهوريين خاصة بعد سيطرتهم على مجلس النواب قد عينوا أشخاص من المتشددين في ضرورة، ولهم رأي في ضرورة التحقيق مع الرئيس بايدن، وهل كان يعلم؟ وإذا كان يعلم فهذه مصيبة، وإذا لم يكن يعلم فهذه مصيبة أكبر. أكبر وبالتالي بالتأكيد. فإنهم سيحققوا في هذا الموضوع، اللجنة فيها عدد كبير من المتشددين الذين يؤيدوا ترامب. إذن هناك حالة هذا الاستقطاب الحاد لا تزال مستمرة، لها أسباب سياسية واضحة، طبعا هناك أسباب قانونية أيضا، ولكن الأسباب الرئيسية برأيي هو أنها صراع سياسي على السلطة، وهناك محاولات ربما لإقصاء الرجلين ترامب وبايدن عن ترشيح أنفسهما، وهذه قد تأتي من داخل كل من بعض القوى من داخل كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهذا يعني بأنه داخل كل من الحزبين هناك انقسامات، بالإضافة إلى الانقسام الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين على المستوى نعم، الأمريكي العام. شكرا لك دكتور إدموند غريب، المحلل السياسي والأكاديمي من واشنطن.